يحب الهدية والغنية تحب الهدية وتأتيك الهدية الآن ويأتيك الجول. خلاص ما تأخر، مو بهدية، هي هدية من لاعب آخر من البرشا، لكن فابريغاس هدف ملغي. وفابريغاس الآن الكرة الرأسية عند الربع ساعة الأولى للشوط الأول من المباراة. إذا فابريغاس يسجل الهدف الأول. شوف نقلة أولى، نقلة ثانية، شوف وين فابريغاس، شوف وين فابريغاس، الرأسية القوية في مرمى كريستيان البارز. لحظة تقدم دانيال ألفيش، ألفيش لعبها إلى فابريغاس، فابريغاس في مرمى البارز، وبالتالي سجل برشلونة الهدف الأول. كنا متأخروا يعني خلاص، يعني شوف الحين هدف عند الدقيقة 15، عاد والله شوف لين الدقيقة 25 ايش راح تكون النتيجة. هي ديربي يعني مباراة خاصة، لكن دائما الفريق الكبير. فابريغاس الآن يسجل الهدف الشخصي التاسع في المباراة رقم 13، فرحة الكبير.